القلب واقع مركزيا بين الرئتين، مع تقريبا ثلثين من كتلته مائل أو منحرف تجاه يسار خط المنتصف. فهو عضو عضلي مجوّد شكله مثل المخروط الغير حاد في حجم قبضة اليد. ويتضمن القلب في المركز غشاء النسيج الرابط الذي يسمى تأمور، شغاف القلب. تأمور القلب به طبقات بها سائل يملأ التجويف الذي في الوسط يسمى سائل.